Média. Média. Podcast. Média. Podcast. غداة السادس عشر من أكتوبر 1975 وما بعده. في الحلقة السابقة تطرقت إلى ذلك اليوم الذي لا ينسى والذي بات محفوراً في ذاكرتي وحياتي. السادس عشر من أكتوبر 1975 يوم عودة نهائية إلى أرض الوطن لبدء الدراسة الجامعية ثم بداية ممارسة المهنة، والذي صادف الخطاب التاريخي الذي أعلن فيه العاهل الراحل حسن الثاني عن تنظيم المسيرة الخضراء، وهو نفس اليوم الذي أصدرت فيه محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري حول الصحراء المغربية، والذي أكد أن الصحراء أرض تربط سكانها روابط تاريخية وعلاقات بيع مع الدولة المغربية. لذلك قال الحسن الثاني في خطابه التاريخي: بقي لنا أن نتوجه إلى أرضنا، الصحراء فتحت لنا أبوابها قانونياً، واعترف العالم بأسره بأن الصحراء كانت لنا منذ قديم الزمن، واعترف العالم لنا أيضا بأنه كانت بيننا وبين الصحراء روابط، وتلك الروابط لم تنقطع تلقائيا، وإنما قطعها الاستعمار، ولم يبقى شعبي العزيز إذن إلا شيء واحد، علينا أن نقوم بمسيرة خضراء من شمال المغرب إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه لنصل الرحم. قبل أن يتم خطابه، كان ذلك في حدود الساعة 8:30 مساء، بدأت أصداء الصيحات المتعالية من الأحياء المجاورة للقصر الملكي بمراكش تصل إلى المسامع، وفي كل المدن وقرى المملكة خرج الناس إلى الشوارع يهتفون ويصيحون. كان المشهد مؤثرا. خرجت من المقهى بعد متابعتي للخطاب الملكي مع والدي الذي رفقني في رحلة العودة إلى أرض الوطن، والتحمنا بالحشود التي تجمعت في كل مكان تفيض حماسا منقطع النظير. على إيقاع هذا الشعور وهذا التحول التاريخي الكبير، بدأت خطواتي الأولى في الجامعة والحي الجامعي، وظهر الهوس الصحفي حيث بدأت الإعداد لمقالات تهم الحدث لإرسالها إلى إحدى الصحف التونسية. هكذا كانت تلك الأيام التي سبقت المسيرة، مسيرة السادس من نوفمبر، بعد نحو 20 يوما من خطاب السادس عشر من أكتوبر. فكيف سارت الأمور بهذه السرعة على مستوى الإعداد والتهيئ لحشود تتكون من 350 ألف شخص تنطلق من كل أقاليم المملكة وتتجمع في طرفايا، ومنها تعبر الحدود لتكسير تلك الحدود الوهمية في مسيرة سلمية شكلت سابقة في تاريخ التحرر من الاستعمار. لقد بدأ العمل والتحضير منذ اليوم الموالي لخطاب 20 غشت 1975، وفي منتهى السرية. ثلاثة فقط كانوا على علم، ثلاثة مسؤولين إلى جانب الملك. وقال مهندس هذه المسيرة الخالدة الراحل الحسن الثاني في كتابه ذاكرة ملك: شرحت لهم أن عدد المشاركين في المسيرة سيصل إلى 350 ألف، أي ما يعادل عدد المواليد سنوياً. وبدأ التهيئ للتموين، إحصاء كمية الخبز اللازمة لإطعامهم، وعدد الشموع الضرورية لإنارة الخيام والأغطية والمواد الغذائية وخزانات حفظ الماء والأدوية. وتابع: لقد عملنا نحن الأربعة في سرية تامة حتى مطلع شهر أكتوبر، وهناك لابد من الإصرار للحكومة بذلك، وكذلك عمال الأقاليم، حتى يفتحوا في الوقت المناسب المكاتب لتسجيل المتطوعين. وقد جاء كل هذا التأخر في إخبار الحكومة، لأن كتمان السر كان أسهل بين أربعة أشخاص، أكثر منه بين 30، فما بالكم إذا أفشي السر بين أزيد من 40 عامل إقليم، لا سيما وأن تسرب هذا السر كان سيكون مميتا وستكون له انعكاسات وخيمة على الصعيد الدولي. وعندما فتح باب التسجيل للتطوع، كانت المشاهد مثيرة، حشود أمام مكاتب في كل الأقاليم، لكن تم انتقاء
350 ألف شخص، 10% منهم من النساء. وتم الاكتشاف فيما بعد أن عددا منهن كن حاملات وإحدى عشرة وضعن حملهن إبان المسيرة، وراج اسم مسيرة الذي أطلق على العديد من الفتيات حديثات الولادة في ذلك العام. وعندما فتح باب التسجيل والتطوع كان هناك زملاء لنا في الحي الجامعي، ودعناهم في حفل كبير وخصصنا لهم استقبالا حافلا بعد العودة. وطيلة الأيام التي استغرقتها المسيرة قبل وبعد انطلاقها كنا نرابط في ساحة الحي، نتابع، ننتظر، نترقب ما سيحصل. وجميع المغاربة قلوبهم مع أبنائهم قبل العبور وبعده. عندما صدح صوت الحسن الثاني في 6 نوفمبر مخاطبا الجموع المحتشدة للعبور، يتقدمهم الوزير الأول أنذاك قائلا: بسم الله مرساها ومجراها، أحمد عثمان إلى الأمام. لا أنسى ذلك. بعد خطاب 16 أكتوبر 1975 تفجر شعور كبير في المغرب وعلى كل المستويات. وبعد مرور كل هذه السنوات لا يمكن أن أنسى تلك اللحظات. لقد جسدت المسيرة الخضراء في 6 نوفمبر مبادئ تشبث المغاربة بترابهم الوطني بإجماع كافة فئات وشرائح المجتمع، والتحام العرش بالشعب. وتألق المبدعون كذلك فأنجزوا تلك القطع الخالدة. فمن منا لا يردد دائما نداء الحسن، صوت الحسن ينادي بالملكة صحراء، أفرحي أرض بلادي، أرضك صبحت حرة. المبدع فتح الله المغاري الذي فارقنا قبل فترة قريبة في 3 سبتمبر الماضي، ورائعة جيل جلالة العيون عينية والساقية الحمراء لي والواد وادي يا سيدي. وللحديث شجون، وإلى لقاء قادم.